من أفضل وأقوى التركيبات اللي نصحتني بيها دكتورة الجلدية لتفتيح المناطق الحساسة والأندر آرم، ركب، أكواع، عقل الأصابع. 15 يوم بس بإذن الله هتبطلي التركيبة وهتوقفيها وهتوصلي للنتيجة اللي انت عايزاها، وممكن تكون أحسن كمان. تركيبة بسيطة ورخيصة وكلها من الصيدلية. يلا بينا نبدأ الفيديو عشان العرايس الحلوين اللي عايزين نستعدهم قبل الفرح، أو حتى لو متزوجة وعندك الأماكن دي فيها مشكلة وعمالك قلة ثقة في نفسك، فبإذن الله بعد الفيديو ده المشكلة هتتحل في 15 يوم بس. أنا سوزي ودي قناة جمالك طبيعي. اوعي تنسي اللايك والاشتراك لو لسه ما عملتيش. قولي بقى بالشفا عشان أنا واخدة دور برد جامد جدا وتعبانة قوي. اول حاجه قالت لي عليها الدكتوره اني هجيب عبوتين من كريم ديكتا كورت، والكريم ده مخصص للالتهابات، بيهدي وبيلطف الجلد. الكريم التاني وهو كريم ميلوكين، وهو جبار في التفتيح، قدم لتفتيح المناطق الحساسه. بس الحاجات دي احنا مش هنطول في استخدامها، حد اقصى 15 يوم والحاجات دي كلها هتقف. هي كانت قالت لي على الكريم التالت، كريم فيراند لافلي، بس انا كان عندي كريم ستارفل فاستخدمت كريم ستارفل لان هو برضو بيستخدم للاماكن الحساسه. فانت لو عايزه كريم ستارفل ممكن تستخدميه، لو عايزه ده لو عايزه مثلا حاجه كويسه. كريم فيراند لافلي للامانه انا ما جربتوش للمناطق الحساسه، بس هي قالت لي عليه. جيبي عبوة ولازم يبقى ليها غطا عشان تبقى تتقفل كويس. هنجيب العبوتين بتاع ديكتا كورت مع عبوة كريم فيراند لافلي وعبوة من ميلوكين. ميلوكين جبار يا بنات في التفتيح وعلاج النمش والكلف والبقع، بصوا جبار فعلا، بيقلل صبغة الميلانين اللي بتبقى مسببة اصلا الاسمرار ده. تأكدي انك تخلطيهم على بعض كويس جدا، يعني تقعدي لمدة 10 دقايق بتخلطي فيهم، تخلطهمش كده وخلاص وتسيبيهم لمدة من 10 دقايق لربع ساعة كمان، تقعدي تخلطي فيهم كويس جدا. الخطوتين اللي جايين اهم من اللي عدى كله، فاوعي تقفلي الفيديو عشان تعرفي طريقة الاستخدام. اول حاجة العبوة لازم تكون بعد ما تخلصي لازم تكون مقفولة كويس، بعد ما تخلصي استخدام لازم تكون مقفولة كويس جدا. تاني حاجة احنا بنحفظها في التلاجة، ما تطلعش بره، تطلعيها تستعمليها وتحطيها في التلاجة تاني، صدقوني هتلاقوا نتيجة حلوة جدا بإذن الله بعد 15 يوم. ولو انت بقى من البنات اللي ما بتحبش تطول في استخدام الحاجة، عايزة روتين كده اسبوعين وتوقفيه، فهتبقي زي حالتي، فالروتين ده هيبقى حلو قوي. الاستخدام هتستخدميها مرة بالليل قبل النوم، ممكن عايزة تغسليها بعد ساعتين عادي تنامي بيها للصبح عادي، بس لو حسيتي بأي احمرار او حاجة خلاص وقفيها الاحمرار لدرجة ان انت مش قادرة تستحمليه. قلنا قبل النوم عشان ممنوع ان احنا نخرج بيها، ممنوع ان احنا حتى نتحرك بيها في الشقة، دي تعليم الدكتورة اللي كانت قالتها لي. الصبح ممكن تغسليها، وبعد ما تغسلي لو عندك مرطب كويس رطبي.